صخرة النصل في السعودية تثير ضجة كبيرة على الإنترنت، فما هي حقيقتها؟ وهل فعلا تعرضت الصخرة السعودية الغامضة لليزر فضائي؟ حصاة النصل أو حصاة عنترة هي صخرة حمراء اللون تقع في منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية على بعد 8 ساعات بالسيارة من الرياض. عثر فيها على نقوش ثمودية، وتدل هذه النقوش على الأهمية التي كانت تتمتع بها المنطقة خلال الفترة من القرنين الثاني قبل الميلاد إلى الأول أو الثاني الميلادي. بعض المؤمنين بنظريات المؤامرة يدعون أن كائنات فضائية قامت بتقسيم الصخرة، لأن الانقسام كان دقيقا جدا وسلسا لدرجة أنه يجب أن يكون نتيجة زيارة كائن فضائي إلى الأرض في الماضي البعيد، واستخدام ليزر فائق التطور قطع الصخرة إلى نصفين. لكن حسب علماء الجيولوجيا فإن سبب الانقسام هو في الواقع ظاهرة طبيعية، ومن المحتمل أن يكون ناتجا عن عوامل الطقس مثل ذوبان الجليد. العملية تدعى التجوية بالتجميد والذوبان، والتي تحدث عندما يصطدم الماء بصدع صغير في الصخر. فعندما يدخل الماء في شق صغير في الصخر ومع انخفاض درجات الحرارة يتجمد الماء ويتوسع ويتمدد، مما يؤدي إلى اتساع وإطالة الشق ليشكل كامل الصخرة. مع تكرار العملية على مدى ملايين السنين يتوسع الشق حتى تنقسم الصخرة بالكامل، إلى جانب عملية الحث الناتجة عن الرياح والتي جعلت الصخرة واقفة بمفردها على هذا الشكل.